الحقيقة يمكن يوم أمس وصلت رسالة على الواتس من الدكتور علي وأنا معكم في الجروب، وكان لي عتب على الدكتور علي على طول ما وصلته في الخاص، لأني حقيقة يعني ليس كلامه منمقا لمجرد أن أتحدث، لا والله، ولكني أجدها واجب، واجب ليس من الإدارة فقط، واجب من الجميع في هذا المستشفى أن تكون عواصر المحبة والترابط موجودة ومستديمة بيننا، عرفانا وتثمينا لجهودنا، لعلاقتنا، لصداقتنا. كنت أتمنى أن يكون عندي خبر حقيقة مسبق حتى نستطيع أن نقوم بالواجب بما يستحقه الدكتور ماهر وغيره من الأطباء، ولكن أعدكم بإذن الله تعالى أن يكون القادم أجمل. وأنا عتبي على الأخوان في التواصل والعلاقات في المستشفى، ولكن يمكن كان فيه أمر غفلنا عنه سويا. عموما للمطيب، ولكن أحبتي بخلاف عملنا جميعكم مثل بلده، فوالله إنكم تمثلوا بلادكم خيرة كثير. إن عتبنا أو غضبنا أو زعلنا فنظل أحبة يجمعنا واجب وهدف، نختلف لا نفترق بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يديم المحبة بيننا. الدكتور ماهر يمكن التقيته عن بعد لكن ما تحدثت معه، وأشار لشأن كثير من الأطباء يمكن لم تجمع اللحظة لنتحدث مع بعض، ولكن يكفي أن قدم لهذه البلاد وأعطى من جهده ووقته. أنتم ركيزة أساسية لأدائنا، أنتم من تقدموا ونحن معكم. دوركم لا يخفى على أحد ولا يستطيع أحد أن يحجبه. أنا من هذا المنبر، من هذا المكان، باسمي وباسم كافة منسوبي مستشفى الصحة النفسية، أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور ماهر على ما قدمه من عام 1429. يمكن بعد ما مشيت أنا بسنتين من المستشفى. سائل الله عز وجل لكم دوام التوفيق، وأعتذر إن كان هناك قصور فوالله لا يرضيني، لكن شكرا للزملاء اللي حقيقة استدركوا الأمر. ولكن كنت أتمكن أن يكون جميع المنسوبين المستشفى بقياداتها حاضرين. وأعدكم أني سأشارك الجميع أفراحهم وأبعد الله أحزانكم، فهذا والله واجب وليس تزلفا حقيقة. لكم كل الحب والشكر والتقدير والحياة موفقة دكتور ماهر. يمكن ما جلست معك على الأسباب في انتهاء السن، ما أعتقد أنه سن، ما السن شكلك 25 سنة. شاكر لكم حضوركم، ونلتقي دائما وأبدا على خير وفي خير. شاكر لكم دعمكم للدكتور ماهر وحضوركم، وأتشرف أن أكون هذا اليوم معكم لأشارككم وداع للدكتور ماهر، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. شكرا لكم. أنا حاب أكون وجودي بإذن الله يكون إضافة ودور كزميل وأخ، ولن أطيل إلا برسالتين جدا مختصرة. الرسالة الأولى، أسأل الله لك التوفيق في حياتك القادمة. اكتسبت خبرات واكتسبت مهارات بوجود عدد جدا كبير ممثلين لدولهم، لعلمهم، لحالات اجتمعت في فترة ما في مكان ما، استفدت منها أكيد، وأكيد بإذن الله حتى تزيدك بإذن الله قوة ومكانها في حياتك القادمة، وأسأل الله لك التوفيق. رسالتي الثانية، وأنا اللي أشوفها بالنسبة لي أهم لجميع الإخوان والأطباء الموجودين، إحنا عندنا نظرة تفاؤل، نظرة إيجابية للحياة،
تعقيبا على كلام الدكتور يحيى على كثر ما انه كان مزح لكن شوي مؤثر بالنسبه لي. بالعكس احنا نحتاج انه يكون عندنا اجتماعاتنا ذي يعني لترفيهنا لنقل خبراتنا للطاقه الايجابيه اللي ممكن تحتويكم في غربتكم اللي انتم اخترقتوها. لا يوجد غربه انتم بين اخوانكم وبين اهلكم. لا يوجد غربه في التخصص انما هو تميز يحذو عن بقيه التخصصات. جميع ما ذكرت جميل لكن انا اعاكسك فيه تماما حتى ولو كان من باب المزح. احنا في اداره المستشفى ونيابه عن ابو فيصل وانا ما احب اطيل في وجوده لانه هو مدرسه تعلمت منه الشيء الكثير لكن احنا كاداره في فترتنا القادمه بمشيئه الله حنكون داعمين لا بخمسين ريال ولا باكثر داعمين للتجمع لتلاقح الافكار للخروج بفكره جميله للابداع في تقديم خدمه ما للابداع في تواصلنا لتميزنا اللي احنا نسمو له. انت في اكبر مدرسه على مستوى ممكن الشرق الاوسط تتكلم عن 80 سنه في من اعرق المستشفيات هذا يميزنا تميز لا محدود ولن نتهاون في اي لحظه من اللحظات انه يكون لنا دور ايجابي سواء على مستوى صعيد المستشفى او صعيد المملكه الشرق الاوسط. تفاعلنا جدا عالي اتمنى انه في خلافكم او اختلاف آراءكم أو اختلافنا إحنا في عملنا المكان ذا يكون تصفية للنفوس وللارتقاء بمراحل أخرى جديدة. تنوع واختلاف الجنسيات الموجودة حيصنع فارق جدا كبير. متفائل جدا 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 بوجودكم وبوجود الحاضرين جميعا وأتمنى منكم جميعا كرسالة من أخوكم إنه يكون لنا تميز لا محدود. شكرا لكم جميعا.